وانطلقت الآن الأفراس في شوطها الخامس على جائزة محمد بن حسين المعشوق يرحمه الله من أهل الرياض وحد رواد الليلة الأخر الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله وثراه. هذا الشوط الأفراس الإنتاج السعودي عمره 3 سنوات التي لم تكسب يقام على مسافة 1600 متر، قيمة الجائزة 54,000 ريال. وانطلاقة سريعة لأفراس الإنتاج السعودي عمره 3 سنوات، وكما تشاهدون المسافات متقاربة بين الأفراس والصدار الآن كما تلاحظون. سيد الرشا تحاول أن تتقدم في هذه الأثناء مع متابعة من شهادة من الداخل وأيضا من عين الشمس من الخارج في المركز الثالث، وأيضا متابعة من بقية الأفراس في هذا الشوط مع محاولات لكل من مايحة وأيضا من الخارج تسامح المرشحة في هذا الشوط والصدارة لشهادة في المركز الأول، متابعة أيضا من عين الشمس من الخارج للتقدم المركز الثاني، وأيضا مايحة في المركز الثالث، وأيضا من بقية الأفراس في هذا الشوط وبلديمة أيضا من الداخل. وبدأت الآن الأفراس في أخذ الطريق المستقيم باتجاه خط النهاية، وبلديمة تحرك قوي وأيضا محاولة التمسك بالصدارة من قبل شهادة وأيضا من قبل مايحة في هذه الأثناء. بالفعل مايحة تتصدر في المركز الأول، وأشاهد تقدم أزاهير أيضا بدخول قوي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مايحة متصدرة وأزاهير تتقدم في هذه الأثناء وتنتزع الصدارة من مايحة، أزاهير إلى الصدارة وإلى خط النهاية، معناها تفوز بالمركز الأول. ألف مبروك.